مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم أشجار من مجموعة طبيعي باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع وفينوماستيك الألوان الناصعة المائية الحريري S9000N وجوتا شيلد هيريتج أنتيك تيكس الأبيض وتصميمات ليدي بيرل جيوكو 10138. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة عادية وكشاطة وأداة مطاطية منقوشة بعقد الخشب. بعد تجهيز الجدار، ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع على سطح الجدار باستخدام الرولة، وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الكشاطة لدهن طبقة أساسية ثانية من جوتا شيلد هيريتج أنتيك تيكس الأبيض، ثم شكل مظهر عقد الأخشاب والخطوط باستخدام الأداة المطاطية والكشاطة، وانتظر حتى يجف الدهان. نظف واسقل السطح بشكل خفيف باستخدام الكشاطة. ادهن طبقتين من فينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S9000N باستخدام الرولة مع تغطية الطبقة الأساسية الثانية بشكل كامل وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الكشاطة لوضع طبقة علوية ثانية من دهان تصميمات ليدي بيرل جيوكو 10138 مع ترك الطبقة العلوية الأولى ظاهرة في بعض المناطق وانتظر حتى يجف الدهان. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم أشجار المثالي. شكراً لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.